إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى أبينا ومبين سام لجد وذالي من أسود وعلى أسيب الدرجة وعلى إبن وما بن أبو بكر وهم أيمن أيزاء بن علي مستورة بنت أحمد خير الأزور بن ضحى يوسف بن عبد القاسم قاسم بن سلوم محمد يوسف بن قاسم محمد زين بن قاسم أمال الدين أبو طالب جمهاري بن سودين خليل بن جمهاري عبد العزيز بن محمد محمد بن محمود سليمان بن ودين ربيعه بنتي بكر جنس بن دسه سعد بن جنس صبريه بنتي بدون ربيعه بنتي بكر زلفكر بن أحمد حسنه بنتي حسن نهزه بنتي زلفكر مجيد بن أحمد خليل بن أحمد هند بن حسن زينب حسن سبورة محمد حجي عبد الحميد أوام حجاه شيفيا حسن حجاه عائشه تنبي سيد بختيار عارفين سي الوي حجي فاطمه احمد سمح بنتي حسن فاطمه رفاني خان محمد رزين جين الدين زيده بنتي جوهان فوزيه يوب مختار دهلان بن احمد مصطفى بن يوسف سيتي مريم بنتي مال علي حجي صالح بن عبد الله ربيعه بنتي جمال الدين خير الازوان بنتي جمال الدين حجي بصر الدين بن عبد الله مصطفى كمال بن حجي نزري حجي نزري بن سعيد Andi Uni bin Amir Fatimah binti Khalijah Nur Adila binti Abdul Aziz Kuya Adai binti Sulaiman Desa bin Sa'ad Muhammad Amri bin Abdul Aziz Muhammad Anas bin Abdul Aziz Muhammad Alif Aiman bin Idris Wal muslimina wal muslimat Di sirri al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة حق عليها نهي وعليه نموس وعليه نبس إن شاء الله من الآمنين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تجلس الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله kami jadikan pahala bacaan yang kami bacakan tadi. Ya Allah, doa yang kami hulurkan ini. Ya Allah, tasbih zikir yang kami sebutkan tadi. Ya Allah, kami hadiahkan kepada seluruh arwah yang kami sebutkan tadi. Ya Allah, dan seluruh muslimin dan muslimat umat Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa mereka. Ya Allah, lapangkan kubur mereka. Ya Allah, cahayakan kubur mereka. Ya Allah, terimalah segala amal kebaikan mereka. Ya Allah, kau redha dan ampuni layani mereka dengan baik. Ya Allah, kedua orang tua kami juga. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Fatah, ya Alim, yang tajah dari wali kuram, dan kami yang masih hidup. Ya Allah, kau berikan kekuatan hidayah, taufiq Rabbani ilahi, kehadiranmu. Ya Allah, lapangkan haji kami. Ya Allah, dan fikiran kami. Ya Allah, tambahan taufiq hidayahmu untuk kami berjalan dalam hidup kami. Ya Rab, ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, terimalah puasa kami pada hari ini. Ya Allah, terimalah terawih kami pada malam ini. Ya Allah, terimalah sedekah kami pada hari ini. Ya Allah, semua amal kebaikan, rukuk dan sujud, tilawah dan zikir, seluruh amal kebaikan yang kami laksanakan di hari ini, kau angkatlah ya Allah sebagai amal ibadah yang kau terima. Ya Rab, kau berikan kekuatan ya Allah hingga perjalanan hidup kami ke hadapan Ramadan, bagi Ramadan yang terima kami. Ya Allah, Ramadan yang mendapatkan keberkahan. Ya Allah, Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyina lana min amrina rasyada. Ya amanal khaifin, aminna mimma naqa. Ya amanal khaifin.
الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. دعوان فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.